ندخل بقى في تفاصيلنا على طول ونبدأ كالعادة من النادي الأهلي. يمكن كلنا استمتعنا الحقيقة بفوز كبير للأهلي على بلدية المحلة في الدوري بنتيجة 5-1، وده كان الفوز الثاني على التوالي بعد الفوز بهدف نظيف على مدياما الغاني. لكن الجميل في الفوز ده مش الخمس أهداف، هو حالة اللاعبين الرائعة تحت قيادة مارسيل كولر، الجهاز اللي معاهم بالكامل طبعا. يعني شفنا انطلاقة ولا أروع للفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي الجديد اللي ظهر أمام مدياما، يمكن قدم مستوى جيد جدا في حوالي نص ساعة تقريبا، وقدم لنا أوراق اعتماده وأسعد جمهور الأهلي بهدفين في بلدية المحلة في المباراة الماضية. بنشوف كمان عودة رضا سليم من الإصابة بكل قوة وسجل هدف رائع أمام بلدية المحلة. كمان كريم فؤاد اللي استحمل إصابات كتير وغاب كتير الفترة اللي فاتت طبعا، لكن رجع وسجل الهدف وهدف ولا أروع الحقيقة يعني. واللي عاوز اتكلم عنه شويه هو مودست اللي يعني بيبذل كل المجهود الممكن واللي يقدر عليه علشان يقدم حاجه للنادي الاهلي. مودست اللي صنع هدف الفوز في مباراه مدياما وسجل الهدف الخامس في بلديه المحله بمهاره وخبره كبيره جدا وحسن تصرف في الكره الحقيقه كان رائع. يعني يمكن مودست من اول ما انضم للاهلي وهو ما كانش محظوظ قوي يعني، لكن من بعد انهاء السوبر تحديدا وهو مستواه بيعلى كل ماتش، سجل هدف وصنع هدف في مباراه السوبر امام فيوتشر وكان سبب في ان الاهلي يكسب البطوله. كمان سجل مع الاهلي في الدوري في الجونه وبلديه المحله وصنع هدف الفوز امام مدياما، ويمكن هو كان قدامه ان هو يحرز الهدف، لكن ده دليل على الكلام اللي قلته لحضراتكم من شويه ان هو بيبذل كل جهده عشان يفيد الفرقه اكتر مما هو استفاد. اعتقد انه بيأدي بشكل ممتاز خلال الفتره اللي احنا فيها دي، والحقيقه ان كل اللاعبين اجادوا وقدموا مباراه كبيره سواء امام مدياما او بلديه المحله، وان شاء الله تكمل كمان بكره بالفوز على يانج افريكانز التنزاني في الجوله الختاميه لدوري المجموعات. والاهلي خلاص النهارده بيختتم استعداداته لمواجهه يانج افريكانز وفي حاله من التركيز والجديه سواء بين اللاعبين او الجهاز الفني، لان دي مش مباراه تحصيل حاصل رغم صعود الاهلي ويانج افريكانز، لكن احنا بنلعب على الفوز حتى لو مباراه وديه، ودي مش مباراه وديه، دي فرصه للاهلي انه يختتم دوري المجموعات بدون اي خساره. بالتاكيد الاهلي بيلعب على المكسب دايما، وكمان المباراه مش هتكون سهله لان فريق زي يانج افريكانز عامل نتائج كويسه ومش مفاجاه الحقيقه مع تطور الكره التنزانيه سواء نادي سيمبا او يانج افريكانز، والاثنين بقى ليهم تواجد في المنافسات على مستوى دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه كمان، لكن الكره التنزانيه كلها الحقيقه في حاله تطور.